سعيد أفندي نتل، ياسمين قتلته. شو؟ ياسمين؟ ياسمين ما بتأذي نملة؟ كنت رايحة طلع على الشيخ حبيب، شفتها طالعة من عنده مثل الخوتة، طلعت فيي بخوف وهربت على بيتها. فت لقيت سعيد أفندي مرمي على الأرض وعم يسبح بدمه. مصطفى افتح الباب. هيك احلى. مساء الخير ست منيرة. يا هلا بالشباب. مين هالحلوة؟ شو عرفك انها حلوة؟ وين فكرك مقضية هالعمر؟ خير ان شاء الله. شو سبب زيارتكم المفاجأة؟ قاصدينك بخدمة. بخصوص الست؟ الست قمر من ضيعتي وعزيز علي كتير. فإذا نعتبروا الخدمة تحصيل حاصل، لأن أنتو كمان عزيزين علي. يا أهلا بالشباب، تفضلوا. يا أهلا. تفضلي تفضلي. ويني أمك يا جنار؟ قلت لك ما بعرف، فاتت على البيت قالت لي انتبه على خيي، ضبطت ثيابها وفلت. معقولي ما سألتيها لوين رايحة؟ سألتها ما جاوبتني. وانت يا نسيبي كمان ما جاوبتي؟ أنا كنت ملقحة وما شفتها أصلاً تسألها. وانت يا شاب؟ ما عندي شيء أقوله زيادة عن قلة أختي. من مصلحتكم ما تكذبوا، افحصوا ضميركم، أنا حرجع بعد يومين، وما تحاولوا تهربوا لأنكم مراقبين. بيكذبوا. قولك عم بيكذبوا شيخ طلال؟ ما بفتكر. ياسمين بتخاف كثير على اولادها، يعني اذا قررت تهرب ما رح تخبرهم لما تورطهم.